بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوريت ثم لم يحملوها كمثل الحمير، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين.
اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وسائر أعمالنا، واجعلها خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول وعمل. وصل اللهم على محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. السلام.